دليل القوانين اللي موجودة هي قوانين مال الدورات السابقة، نعم وبالتالي هناك تعاون مع السلطة التنفيذية، وهناك ممثل للسلطة التنفيذية داخل مجلس النواب نعم يراقب ويتابع ويتواصل مع المجلس في سبيل معرفة الاتجاهات في عمل التشريع. وقضية معلنة، تبقى القضية أنه ماذا سنصوت وعلى ماذا لا نصوت، وهذا ديدن القوى السياسية واتفاقاتها. ولكن ليكون بالعلم للجميع بأنه لا يوجد مشروع قانون ينزل في جدول العمل دون اتفاق السيد رئيس المجلس ونائبيه، وهؤلاء هم أطراف سياسية، هم الذين يحددون باتفاقهم شو اسمه عن جدول العمل ماذا يحذف. أما إشكالية القانون الخدمة العسكرية كان موجود في جدول يوم الأحد وأجل في أثناء الجلسة، كان هو القانون الثاني أجل، وأعلن أنه هناك طلبات على تأجيله، وأعلنوا مرة أخرى بأنه يكون في جدول أعمال يوم الثلاثاء، ولكن لم ينزل في هذا الجدول، ولا نتوقع ولا أتوقع أنه سينزل، لأنه على ما يبدو هناك خلاف حوله. فإحنا نتأمل أن لا يكون هنالك قلق للشارع يصدر من قبل الأطراف، عليهم أن يتفقوا بدقة، وخاطر من ينزل الجدول يسري تنفيذه كاملا. خليني أسأل شغلات. اسمحي لي مداخلة سيادة النائب، يعني أنا أحترم جدا دبلوماسيتك بالأجوبة. لا هذا رأيي. فقط لموضوع، أنا استمعت لكثير من النواب السنة هم مع قانون خدمة العلم، والكثير اسمح لي، فأنا أقول لا يوجد اتفاق، يعني إدارة الدولة. سيد الكريم، أنا قلت لا ينزل جدول عمل دون اتفاق. وين الاتفاق اذا رئيس البرلمان طلع من الجلسه؟ خليني اكمل لك، هو موجود في الجدول، ولكن قلت سحب واعلن بان هناك طلبات بسحبه، وفعلا اجل، وقيل انه سينزل يوم الثلاثاء ولم ينزل. نعم، خلاف سياسي يعني؟ بمعنى انه ماكو اتفاق. ماكو اتفاق. ولذلك انا رايي شنو؟ انه يا اخوان، يا سياده السيد الرئيس ونائبيه وكل القوى السياسيه، نعم، لا تنزلون جدول وتسحبون من عنده، اتفقوا بدقة كي لا ننقل القلق إلى الشارع. خلي. ماذا حصل وتبدأ التفسير. كلام جدا، لكن نقطة، خليني أسأل على القوانين، كونك رئيس لجنة القانونية بمجلس النواب، نحتاجها اليوم قوانين هواية، نحتاج أن تكون هذه القوانين تلامس حياة المواطن، نحتاج أن تكون هذه القوانين يعني فاعلة بها ضغوطات حتى تتنفذ، لما اليوم نحن من يجينا قانون أو نعدل قانون أو نشرع قانون، المشكلة بتطبيق هذا القانون. يعني سويتوا يعني على القوانين مثل قانون الموازنة، قوانين هواية تخدم المواطن، مثلا اليوم أريد أعرف مدة الفصل التشريعي شهر، هل راح تسنون قوانين جديدة لها تماس مع المواطن؟ لحد الآن أكثر من 20 قانون مطروح في القراءة الأولى قد أنجزت، والقراءة الثانية. مو نحن نريد يعني اليوم أتحدث سيادة النائب، يعني اعذرني لسان مواطن بسيط، أريد أتحدث بمنطقية، القوانين اللي راح تقروها أو تنجزوها راح تطبق؟ لو راح تكون قوانين وتضع بالأدراج وينتهي كل شيء. سيدتي، تبدأ مهمة مجلس النواب في عملية التشريع، والتشريع يكون رصين، ورصانة التشريع تأتي من أنه يكون له قابلية على التطبيق. نعم. أما عملية التطبيق الفعلية فهي مسؤولية السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية سلطة مستقلة لها أدواتها. نعم. وقدراتها. وأنت عندك سلطة أيضا رقابية. خلي أكمل. نعم. تفضل. وبالتالي نحن نراقب. أنا الآن عندي ملف كامل على قضية ذوي الإعاقة، وقلت لي شنو قضية. نعم. قانون مصدر من 2013، خاطبت كل المؤسسات من رئاسة الجمهورية حتى المحافظات والدوائر. المادة 16 تقول 5% من التعيينات لذوي الإعاقة. جاءتنا إجابات ما أنزل الله بها من السلطان بعدم تطبيق القانون من 2013 لحد هذا اليوم. هذه دلالة على أنه كثير من المؤسسات التنفيذية لا تلتزم بتطبيق القانون. ونحن فتحنا هذا الملف وسنتواصل، وهناك ملفات اخرى. نعم، خدميه نتمنى تهتموا بالخدمه. ولذلك بدي اقول انه عمليه الرقابه مستمره، وستكون رقابه فاعله، ولكن في نفس الوقت هم راح ارجع وستقولي للسياسه. هذه مسؤوليه القوى الكبيره التي شكلت الحكومه. نجاح الحكومه نجاح لتلك القوى. نعم. وبالتالي اذا هم يعني يصدرون قانون ويصوتون عليه وينفذوه
فيفترض المجتمع يحاسب في دورة قادمة يصوت لهذه القوة أو تلك القوة التي عملت بجد بالتشريع والتنفيذ. نعم، خليني أشوف السادة.